بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بزوار موقع أكاديمية العلوم في هذا الفيديو الذي سوف نصحح فيه هذا التمرين حول تأثير المحاليل الحمضية والقاعدية على فلز الحديد. إذن هناك أجزاء أخرى في التمرين لكن نحن نريد فقط هذه الفقرة. إذن يمكن لفلز الحديد أن يتفاعل مع عدة مواد كيميائية. للتعرف على بعض هذه المواد التي يتفاعل معها الحديد، قام أحد المتعلمين أو أحد التلاميذ بتجربة تالية: صب كمية من محلول حمض الكلوريد. شوف، خصك تفهم التمرين، أهم حاجة هي تفهم التمرين. صب كمية من محلول حمض الكلوريد في أنبوب اختبار يحتوي على بورادات الحديد. شنو عندي في الأول؟ عندي الحديد. عقل مزيان، دابا أنا خصني نفهمك التجربة. كان عندي الحديد ياك، بورادات الحديد، يعني الحديد ماشي أيون الحديد، لا. وشنو زدنا له؟ انا دابا في الوسخ، راني خدام في الوسخ، انا كنقرا التمرين وكنترجمه في الوسخ حدايا. في انبوب اختبار يحتوي على بورادات الحديد، شنو دار فيه؟ دار فيه حمض الكلوريد. حمض الكلوريد شنو هو؟ عندنا اش بلس زائد سي ال، وهذا هو حمض الكلوريد. هذا هو دابا، هادو هما الحوايج اللي دارهم في الانبوب. كان فيه الحديد وفرغ عليه حمض الكلوريد، ها هو صحيح. مزيان. اذا فلاحظ تصاعد فقاعات لغاز، من بعد لاحظ تصاعد واحد الفقاعات في ذاك السائل لواحد الغاز. هذا الغاز ما عرفناش، فقاعات لغاز يحدث فرقعة صغيرة عند تقريب لهاب عود ثقاب من فوهة الأنبوب. يعني ملي كنقرب واحد عود ثقاب كنلاحظوا واحد الفرقعة، واحد الفرقعة. إذا على ماذا تدل هذه الفرقعة؟ باينة، غادي الجواب غادي يسولوني عليها والجواب باين، واضح. وتلون المحلول بلون أخضر باهت واختفاء الحديد تدريجيا. المحلول بدا كيولي أخضر والحديد اختفى، يعني في النواتج ما كانش عندنا الحديد، اختفى مشى، بقاتش بورادات الحديد ولا شي حاجه اخرى. غادي نشوفوا شنو هي. انظر الشكل الجانبي، دونك هو الشكل. السؤال الاول: اعطي اسم وصيغه الغاز الناتج. الغاز الناتج هو غاز ثنائي الهيدروجين، لانه هو الغاز الذي يحدث فرقعه عند تقريب اللهب. اذا اسم الغاز هو غاز ثنائي الهيدروجين، صيغته H2 ثنائي الهيدروجين. هذه هي الصيغه نتاع داك الغاز اللي كيحدث فرقعه، هو الغاز الوحيد الذي يحدث فرقعه في التجارب اللي كنقراوها هذا العام، هو غاز ثنائي الهيدروجين. السؤال الموالي: اكتب المعادله الكيميائيه المختصره للتفاعل الحاصل بين الحديد وحمض الكلوريد. دونك كان عندنا الحديد، ها هو ياك، شنو تزاد عليه؟ حمض الكلوريد، ها هو كما قلنا. قالت المعادله مختصره، وشوف معايا مزيان، انا نكتب معادله كامله. النواتج كان عندي H2 زائد داك الحديد، فين غيمشي؟ غيولي ايون الحديد، غيدوب، غيولي ايون الحديد. وايون الحديد مادام اللون اخضر يعني ايون الحديد الثاني دو بليس، ياك. اذا غادي نوازنوا المعادله. الور عندنا اش دو، يعني عندنا جوج ديال اش، اذا خصني نضرب هنا في زوج، ياك. دونك عندنا جوج اش بليس، وهنا عندنا اف او دو بليس يعني مريكله. عندنا واحد اف او، عندنا واحد اف او. ولكن ملي كيقول لي المعادله المختصره، هو ان العنصر الذي لم يدخل في المعادله في التفاعل، عفوا، نقوم بحذفه في المعادله. اذا هنا شكون اللي ما دخلش في التفاعل؟ هو الكلور ما دخلش. اذا غادي نكتبوا اف او زائد جوج اش بليس فقط. شنو عطاني؟ عطاني اش دو زائد اف او جوج بليس. غادي نشوفوا واش المعادله موازنه. عندي هنا واحد الاف او، عندي هنا واحد اف او مريكله، عندي جوج اش، عندي جوج اش مريكله. نشوفوا الاشارات: زوج بليس، جوج بليس، يعني مريكل. المعادله هي هذه، معادله مختصره. إلا قالك المعادلة الكاملة هي هذه اف او دو، اف او زائد جوج بين قوسين اش بلس زائد سي ال موان، وهنا غيبقى هاد جوج سي ال موان اللي ما غاديش تفاعل، جوج سي ال موان كتبقى ما تفاعلش. هذه معادلة كاملة ماشي معادلة مختصرة. إذا المعادلة المختصرة هي هذه، لأن السي ال موان كانت جوج من هنا وبقات جوج، يعني ما تفاعلتش كما كانت هنا في اليسار ولات على اليمين، إذا ما تفاعلتش. إذا للتعرف عن سبب تلون المحلول باللون الأخضر الباهت، أضاف المتعلم جمال قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. دائما ملي تسمع هيدروكسيد الصوديوم، نستعمل هذا المحلول للكشف عن الأيونات الموجودة في محلول معين. إلى أنبوب اختبار بعد توقف التفاعل، فلاحظ تكون رسب أخضر. من بعد شنو كان عندي في الأنبوب؟ كان عندي هذا الشيء ياك، زدنا عليه وشنو؟ هيدروكسيد الصوديوم. شنو هو هيدروكسيد الصوديوم؟ هو OH ناقص زائد ان ا بلس. هذا هو اللي زدناه، زدنا هذا المحلول، زدناه لهذا الناتج ماشي الاول، الناتج ياك. من بعد شنو عطاني؟ عطاني واحد الرسب اخضر. داك الرسب الاخضر خصنا نعقلو على الصيغه نتاعو. شنو هي الصيغه نتاعو؟ هي اف او اش زوج، هذه هي الصيغه نتاع داك الرسب
الاخضر، هذا هو الرسم الاخضر، الصيغه نتاعو هي هذه، خصني نعقل عليها اف او او اش 2. اذا السؤال، ما سبب تكون الرسم الاخضر؟ بكل بساطه تكون الرسم الاخضر بسبب تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ايون الحديد الثاني. اذا تكون الرسم الاخضر بسبب تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ايون الحديد، المهم كملوا على الجمله الثاني، صحيح، بسبب تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع ايون الحديد الثاني. اكتب معادله الكيميائيه لترسب الحاصل، شنو شكون اللي يتفاعل؟ شوف معايا مزيان، دابا هيدروكسيد الصوديوم فيه او اش موا وفيه ان ا بلس، شكون اللي غيتفاعل؟ واش او اش موا ولا ان ا بلس؟ 100% غيتفاعل او اش موا. علاش؟ لحقاش الحديد عنده دو بلس، البلس مع البلس ما غاديش يتفاعلوا، يوقع تنافر، غادي يتفاعل البلس مع الموا، يعني شكون اللي غيدخل في التفاعل؟ الحديد الثاني اف او دو بلس، هذا هو اللي غيدخل في التفاعل، زائد او اش موا، او اش موا، والناتج هو داك الرسم الاخضر. الصيغه نتاع الرسم الاخضر يقدر يسولك حتى على الصيغه نتاع الرسم الاخضر، هي هذه، صحيح، ثنائي هيدروكسيد الحديد، ثنائي هيدروكسيد الحديد، مزيان. اذا وزنوا المعادله، عندي او اش زوج، اذا خصني ندير زوج، اف عندي واحد واحد، صافي مريقله. نشوفوا الاشارات، ها انت شوف عدد الذرات، هنا عندي واحد اف او، هنا عندي واحد اف او، مزيان، هنا عندي جوج او اش، هي جوج او اش، مريقل. شوفوا الاشارات، زوج بليس زوج مو هي صفر، هنا ما عنديش اشاره، اذا مريقله المعادله، صافي. اذا الجواب ديال التمرين هو هذا. يقدر يطرح لك اسئله اخرى، مثلا يقول لك ما هي صيغه الرسم الاخضر، ها هي، متفقين؟ يقدر يقول لك مثلا كيف يتم الكشف عن وجود الكلور في هذا الناتج، كيفاش نكشفوا عن وجود الكلور؟ للكشف عن وجود الكلور نضيف نترات الفضه، المعادله ديال الكشف عن ايون الكلور، نترات الفضه كيأثر في الكلور، يعني شكون اللي كيتفاعل؟ كيتفاعل اش جي بلس اللي كاين في نترات الفضه مع سي ال مو، وكيعطيني او اش جي سي ال، هذا رسم ابيض يسود حتى تاتي الضوء. دونك هذه معادله الكشف عن وجود الكلور الى غير ذلك. اذا غير من خلال هذا التمرين تقدروا تجاوبوا على تمارين اخرى. كيفاش؟ راه نفس الشيء بالنسبه للحديد، بالنسبه للزنك، بالنسبه للالومنيوم، بالنسبه نفس الشيء كيوقع. نعطيكم مثال، لو كان مثلا عطاونا في بلاصه الحديد عطاونا الالومنيوم، دونك شنو هي المعادله ديال التفاعل؟ غتكون ال الالومنيوم، والناتج نتاع تاثير حمض الكلور هذاك على الالومنيوم باين، يكون ذاك الغاز اللي كيحدث فرقعه 100%، ثم ايونات الالومنيوم عندها 3 بلس، وكان وزن المعادله، دونك هنايا عندي 3 بلس وهنا عندي 1 بلس، شوف معايا مزيان، الا ضربت هنا في 3 يولي 3 اش، هنا 2 اش، اذا ما غاديش تكون معادله موازنه. باش نوازن المعادله غندير هنا 3، ياك 3 في 2 6، وندير هنا 6، دونك شنو غادي شنو غيولي دابا؟ 6 اش، هي 6 اش، يعني مريقله، ولكن هنا عندي 6 بلس، دونك خصني ندير 2 باش تكون 2 في 3 بلس، باش تولي 6 بلس، ومادام عندي 2 ال خصني هنا ندير 2، يعني تولي المعادله بحال هكا، نوازنها وصافي، يعني مريقله. وباش نكشفوا عن وجود ايون الالومنيوم، كذلك كنديروا نفس المحلول، محلول هيدروكسيد الصوديوم. شكون اللي كيتفاعل؟ كيتفاعل او اش موا، او اش موا مع ال 3 بلس، والنواتج غيكون ال او اش 3، هذا هو الرسيب اللي كيتكون. وباش نوازنوا المعادله خصني ندير هنا 3، صحيح. اذا دابا المعادله موازنه. اذا نفس الشيء بالنسبه للزنك، بالنسبه لاي فيليز كيتبدلوا غير السماوات، اف او تولي زاد ان الى غير ذلك، واضح؟ اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا، والله يوفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب، ثم تسجيل في القناه لتتوصل بالجديد من هنا، ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجوده هنا. الى اللقاء.